كانت أيضا أولا مجهود كبير عشان ده يحصل، وتعليق في غاية الأهمية لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. لكن فكرة عودة دمشق لمقعدها بالجامعة العربية ده في حد ذاته خطوة عظيمة، اللي انعكاس ده على سوريا، اللي مطلوب علشان سوريا تعود أو بمعنى أدق يبقى في حل للمشكلة السورية. خليني أتابع لحضراتكم ورحب على التليفون بسيادة الوزير محمد العرابي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة الوزير، أولا عودة سوريا للجامعة العربية بعد 12 سنة أكيد ده حصل مجهود كبير جدا لغاية ما نوصل لهذه النقطة النهاردة. ماذا يعني عودتها للجامعة العربية؟ يعني أنا أقدر أقول لحضرتك ثلاث نقاط في هذا الأمر. نعم. أول حاجة هي فعلا خطوة عظيمة وكان طال انتظارها. نعم. تاني حاجة أنه هو كانت أحد الأخطاء العربية نقدر نقول إن إحنا نترك دولة ما سواء كانت سوريا أو العراق في توقيت حرج ونحاول إن إحنا نخرجها يعني من الحضن العربي بشكل يؤثر على بشكل عربي للأسف. أيوة. نعم. وفي نفس الوقت بيتيح فرصة لآخرين إن هم يقدروا يستقطبوها. نعم. ثالث نقطة إنه ده يمكن يكون يعني سياسة مصرية بتقوم دائما على فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية المركزية، لأنه هو ده السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسيادة أراضي أي دولة، أن يكون هناك دولة أو يعني حكومة أو نظام مركزي حريص على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة في أي دولة ما. وده مبدأ مصري الحقيقة، مصر بتسير عليه منذ 2011 وحتى الآن. نعم. فإذا احنا أمام يعني ثلاث نقاط أعتقد أن هما نقاط استراتيجية هامة، يجب أن احنا يكون الدرس السوري دوت درس يمكن نستقي منه بعض الملامح في معالجة الوضع في السودان في المرحلة الحالية، أنه يكون هناك دائما منتج عربي عربي يستطيع أنه هو يحل مشاكلنا المزمنة الموجودة في الإطار العربي، ولا نترك أي دولة عربية تكون في براثن يعني دول أجنبية أخرى تسيطر عليها ويمكن تصل إلى حد الاحتلال العسكري زي ما هو موجود في سوريا الشقيقة. حضرتك سوريا فيها 8 جيوش تقريبا موجودين على أراضيها. 8 جيوش على الأراضي السورية. تقريبا يعني لو نعدهم ممكن نصل إلى هذا العدد. نعم. ده طبعا هيؤثر على يعني استقلال القرار السوري، ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد أنه كان أنا الأوان فعلا لعودة هذه الدولة إلى جامعة الدول العربية. وأتمنى أن يكون في إسهام قادم بقى في حل المسألة السورية بمنتج عربي يستطيع أن هو يحافظ على وحدة الأراضي السورية في الفترة القادمة. يعني دي نقطة ضوء في ظل العتم الإقليمي اللي احنا عايشين فيه يا سيادة الوزير. للأسف وحضرتك لازم أهم حاجة نحن نستفيد من هذه التجارب، نستفيد من هذه الدروس.